ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول بصائر القرآن العظيم من قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه البصيرة العظيمة من كلام الله جل وعلا التي يجد فيها المؤمن مبدأ تربويا عظيما جدا، وهو المتعلق باتهام النفس. ولو أن المؤمن دأب على اتهام نفسه لما وصل إلى كثير من الخطايا التي تزينها له النفس ويزينها له الشيطان اللعين. ولذلك حينما وقع لبني إسرائيل ما وقع مما سبق ذكره، خلص موسى عليه السلام في تأديبهم وتربيتهم إلى هذا الحكم الذي أنزله الله جل وعلا عليهم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقد قال العلماء من أهل التفسير وأهل الآثار بأن قتل النفس هاهنا لا يعني اللفظ من حيث هو ظاهر، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه بالمعنى الحرفي للكلمة، لا، ليس هذا هو المقصود قطعا، وإنما يقتل منهم البريء المسيء ويقتل منهم العدل الظالم، أي القصاص وإقامة العدل وإقامة الشريعة، هذا هو المقصود أساسا. فمن هنا إذن أمر الله جل وعلا بني إسرائيل بتطبيق أحكامه، هذا هو المقصود أساسا. ويؤخذ هذا المعنى من قوله أيضا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي تقتلون بعضكم بعضا ظلما وعدوانا، تقتلون أنفسكم، ماشي كي انتحروا، وإنما يقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوانا. فسرها ما جاء قبله: لا تسفكون دماءكم، سفك الدماء الذي هو جرائم من القتل بغير حق وبغير عدل، فهذه تبين تلك. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي خالفتم أمر ربكم في قوله جل وعلا لا تسفكون دماءكم. فهذا الأمر إذن الوارد في هذه الآية: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إنما هو أمر بتطبيق حدود الله جل وعلا، لكن بني إسرائيل طبعا ما طبقوا شيئا من ذلك، وإنما ازدادوا عدوانا وازدادوا قساوة. وهذا الأمر يتعلق به آنئذ غضب الله جل وعلا كما سيأتي في آخر السياق، حينما تكثر المعاندة لله الواحد القهار ويكثر الفساد في الأرض ويكثر الكبرياء يغضب الله جل وعلا. وإذا غضب نعوذ بالله من غضبه أخذ العباد آنئذ أخذ عزيز مقتدر. فهم إذن كفروا بأنعم الله جل وعلا مما سبق من الخيرات التي أنزلت عليهم والبركات من الذكر والفرقان والإنقاذ والإنجاء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ازدادوا في تمردهم على الحق إلى درجة الكفر بالغيب، وذلك قوله جل وعلا على لسانهم: وإذ قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نبدأ إذن بهذا المعنى الأول العجيب العظيم، وهو الإيمان بالغيب في هذا السياق كما ورد في هذه العبارة بالذات: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فحقيقة الإيمان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، حقيقة الإيمان الافتقار إلى الله جل وعلا، ومن شعر بشيء من المن في قلبه لم يكن مؤمنا حقا،
ومصيبة بني إسرائيل كمصيبة المنافقين من هذه الأمة، آمنوا فمنوا يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بدء الانطلاق في سير العبد إلى الله أن يفرغ القلب من كل معاني المن، وأن لا يجد الإنسان في نفسه فضلا أو شيئا من الفضل لعقله أو لأي شيء من كسبه في أنه آمن وكان من المسلمين، وإنما يجد الفضل كل الفضل للهادي جل وعلا لرب الكون سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان الحق، افتقار، افتقار، شعور بأن لا شيء لك، لا علم لك، لا فضل لك في قضية الإيمان، إنما العلم وإنما الفضل وإنما الهداية وإنما التوفيق منه وحده جل وعلا. مصيبة بني إسرائيل ها هنا أنهم قالوا لن نؤمن لك، هذه العبارة فيها منون عظيم وخطر كبير دمر حقيقة الإيمان في قلوبهم. وإذ يذكرهم الله جل وعلا بهذا الحدث الجلل، إذ تذكروا يا بني إسرائيل إذ قلتم، وإذ قلتم، وقد سبق القول أن الذين كانوا معاصرين لرسول الله عليه الصلاة والسلام من اليهود لم يقولوا لموسى هذا الكلام، مش هم اللي قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جرا، ولكن مع ذلك رب العزة يخاطبهم بهذه الكلمة هم وإذ قلتم. قال العلماء فإنما خاطبهم بجريرة آبائهم لأنها باقية فيهم، هم والديهم هم اللي داروها، جدودهم الأوائل، ولكن بما أنها ما زالت مستمرة فيهم فقد خاطبهم بها كأنهم هم الذين قالوها لموسى، كما قال أيضا وإذ قاتلتم نفسا، هم ما قتلوا حتى شي نفس، هذوك اليهود اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تزال فيهم صفة القتل والغدر والتنكيل، ولا تزال فيهم كذلك إلى يوم الناس هذا، فإنما هم قتلة هذا الزمان، وكل قتل كان في الأرض كانوا هم وراءه. وإذ قتلتم نفسا، بقي كيخطبهم بدك الشيء اللي فيهم إلى يوم القيامة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن زعما ما نسلموا لك، ما نصليوا لك وما نزكيوا لك، هم إنما يصلون لأنفسهم وإنما يؤمنون لأنفسهم، فإن كفروا فعلى أنفسهم، فكيف يقول أؤمن لك؟ لا، أنت تؤمن لله الواحد القهار، وأنت تؤمن لمصلحة نفسك، ولذلك افتقر إلى الله فقر. لا يعطي القرآن حقيقة بصيرته إلا إذا تناوله العبد بنية الافتقار، تشعر بفقر أي بأنك في حاجة ماسة إلى هذا الكلام، كلام رب العالمين. آنئذ تنطلق الأنوار من كل كلمة بل من كل حرف، فتشع في قلبك بصيرة تبصر بها حقائق الأشياء في الأرض وفي النفس وفي المجتمع. ولكن النهار تأخذ القرآن بواحد نية ديال الدراسة المتكبرة، لن يؤتيك الله شيئا ولن تجد منه شيئا، خذه أخذ متعبد، وإنما المتعبد المتذلل، ولا ذلة في القلب إلا بافتقار. هؤلاء كأن في قلوبهم نوعا من الاستغناء عن الله، وإنما يطغى الإنسان حينما يستغني، وقد سبق قول هذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تستغني بعقلك أو بمالك أو ببدنك أو بسلطانك أو بأي جهة من الجهات التي تعول عليها فتقول قد قطعت مسافة كذا وكذا وجعلت بيني وبين الفقر كذا مسافات، جعلت بيني وبين الخوف كذا مسافات، والله جل وعلا محيط بك. هذا الاستغناء هو سر الغرور والطغيان الذي يصيب الإنسان فيكون من المفسدين. فبنو إسرائيل ما شعروا بالافتقار إلى الله، بل كانوا يتعاملون مع موسى على نوعين من الاستغناء، هل ذاك البيع ديال الإنسان اللي مغني كيبيع مفشش مارسته، فهم هكذا كانوا يتعاملون معه في قضية الإيمان. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جرا، وهذا تناقض صريح، لا إيمان بعد الرؤية إطلاقا إطلاقا، أي حينما يقدر الله جل وعلا نعوذ بالله أن تقع الآيات، آيات أي علامة القيامة الكبرى، كأن تطلع الشمس من مغربها أو أن يظهر الدجال أو أن يقع شيء من هذه الأمور العظام، بعد ذلك لا يصح إيمان من لم يكن قد آمن من قبل. علاش؟ لأن ما معنى الإيمان؟ الإيمان في لغة العربي أصلا
إنما هو اعتقاد صحة الشيء وثبوته عن ظهر الغيب، عندك تسمى إيمان. أما الشيء حينما تأخذه بيدك وتلمسه وتقول لي كان أمن به، ليس بإيمان، هذا ماشي إيمان. ما يصح شي حاجة مادية ثابتة تقول لي أؤمن بها، أؤمن بوجود هذا الإنسان، هذا ماشي، هذه ماشي من ناحية الدينية فقط، لا حتى من ناحية اللغوية، كلام لا يصح في الواقع ولا في اللغة ولا في العقل. شي حاجة مدرقة من النور تقول له أؤمن بها، نعم، لأنه ما كتشوفهاش. هذا كيتسمى يعني معرفة شيء أي تعرفه وتثبته ليس بالحساب وليس بالبرهان، لا، وإنما تثبته بالإيمان. ولذلك أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، هذه الصفة الأساس. أما من اللي تحط لك الأمور بشكل مادي وتكشف لك الحجوب فليس بإيمان. ولذلك كان أكبر التناقض قولهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك نؤمن حتى نرى الله جهرة، ما بقي إيمان بعد ذلك، خصك تآمن به عن ظهر الغيب، عاد كي تسمى إيمان. أما إذا رأيت فلا إيمان، لأن الحق آنئذ قد ظهر للعيان، فلا معنى للإيمان، قالت أمن به ليس. ولذلك حقيقة الابتلاء في الدين أن تسلم بحقائق الغيب، ومن هنا كانت أركان الإيمان الستة كلها أمور من المغيبات، في حتى شي حاجة مادية. وقد فصلت هذا في غير هذا الموطن أذكره مختصرا. فالإيمان بالله واضح أنه غيب، غيب، لأن لا أحد رأى ربه ولا أي نبي من الأنبياء في الدنيا، وإنما يرى الحق جل وعلا في الجنة لأهل الجنة جعل الله من أهلها. الإيمان بالله أن تؤمن بالله، قال فأخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة غيب لا يمكن أن تثبتهم بالرياضيات ولا بالبرهان ولا بالحساب ولا بالتجربة، وإنما غيب. وكتبه، هذه الكتب ليست مادة، أي كتب الله جل وعلا المنزلة على رسله من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف التي كانت صحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، هذه الأمور غيب. لأننا حينما نؤمن بالكتاب ليس أننا نؤمن بأوراق مطبوعة بهذا الشكل ومكتوبة بهذا الشكل والإخراج ديالها بهذا الشكل، لا، ليس هذا هو المقصود بالكتاب، وإنما الكتاب الذي نؤمن به الوحي، أي الكتاب الذي نزل من السماء. وهذه الأوراق وهذه الأغلفة لم تنزل من السماء، هذه صناعة بشرية، بشرية، وإنما الذي نزل من السماء هو الذي يقرأ داخل هذه الصحف، صحف يعني القرآن. والقرآن غيب وليس بمادة. كيف هو غيب؟ غيب من حيث مستنده، من تكلم به؟ الله جل وعلا، هذا سر الإيمان بالكتاب. ما معنى أن تؤمن بالكتاب؟ أن تؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن، تكلم بهذا الكلام، تكلم بهذا الكتاب، فأن تعتقد بأن الله تكلم بهذا معنى غيبي مطلق، ولا أحد من الصحابة رأى كيف تكلم الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ولا كيف حتى نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، أرأوا شيئا من المظهر ولم يدركوا شيئا من المخبر اطلاقا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جالس حداهم إلى جبتهم الوجبة فاش كينزل الوحي، يرونه يحمر ويشتد عليه الأمر ويتصبب عرقا، ولا يسمعون شيئا ولا يبصرون شيئا، حتى إذا سري عنه تكلم قرآنا واستدعى الكتبة. كيفاش نزل القرآن؟ الله أعلم. وكل ما ورد من أوصاف الوحي من حديثه عليه الصلاة والسلام كلها معاني في نهاية المطاف تبقى غيبية. وإذا تمثل جبريل عليه السلام كما وقع في حديث جبريل وفي غزوة بدر بشرا للناس، فلا يأتي بوحي القرآن، كيجيبش القرآن في ذلك الساعة، يجيب كلام من الحكمة ومن السنة كما في حديث جبريل نفسه أو من الحديث القدسي. أما القرآن الذي هو الكتاب فلا يكون إلا بالوحي بالطريق الغيبي المطلق. ولذلك أن تثبت أن هذا الكتاب تكلم به الله غيب، مستحيل تدير عليه البرهان المادي، مستحيل. يعني يمكنك أن تستدل بمضمونه فيه كذا وكذا وحقائق علمية وثبتت إلى آخره، هذا استدلال باللازم وليس بالجوهر كما يقول أهل المنطق. ما معنى اللازم؟ يعني بالنتائج. أما الجوهر ديال الكلام فلا يمكنك أبدا أن تدخله مختبر التجربة، مستحيل، كلام الله جل وعلا غيب. ولذلك المؤمن الحق إنما هو الذي أخذه على أنه كلام الله جل وعلا
بطريق الغيب، أي يؤمن بالكتاب غيبا. اثبت لنا بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي وحدث عن الله، آمنا بالله كما جاء في كتاب الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخذ الأمر هكذا في كل أركان الإيمان، وكذلك الإيمان بالرسول. ماشي الإيمان بالرسول يعني أن تؤمن بوجود أشخاص كانوا في التاريخ. محمد عليه الصلاة والسلام كان تولد في السنة الفلانية وبدأ يتكلم بالنبوة في التاريخ الفلاني وتوفي في السنة الفلانية وكانت له كذا وكذا وكذا وكذا. هذا المعنى يؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى والمجوس، كل الناس، لا أحد من يعني البشر من أهل الديانات الأخرى ينكر وجود محمد عليه الصلاة والسلام في التاريخ. هم اليهود ما كيقول لك سيدنا محمد عمره ما كان، لا كان، ممكن كيقولوا ليس بنبي. فإذن أن تؤمن بمحمد ليس معناه أن تؤمن بوجوده، لا، وإنما أن تؤمن به نبيا تلقى الوحي عن الله. أما باقي أركان الإيمان فالمظهر الغيبي والجوهر الغيبي فيها أوضح من الشمس في رابعة النهار. ورسله واليوم الآخر واضح جدا أنه غيب، اليوم الآخر إثبات يوم القيامة غيب، والقدر غيب، لا تدري ما سيقع في غد، وأن ما وقع قد كتب منذ الأزل، كل هذا المعاني غيب. فلذلك حقيقة الإيمان بالله غيب، فإذا كشفت الحجب وتجلت الحوادث التي صارت تكشف عن الغيب حقائقه أو بعض حقائقه انقطع الإيمان. ملي تخرج الدابة تكلمهم شيء غريب، ما بقى ديك الساعة إيمان بالغيب، يعني البراهين المادية ضاعت. ليه يخلي شي مسلم عايش لديك اللحظة؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يبقى غير المجرم وخوه عاد تقوم الساعة، نعوذ بالله. ولما تخرج لك الشمس من المغرب، شو معنى هذه الشمس طلعت من المغرب؟ يعني أن الكرة الأرضية كالدور كالدور، واحد النهار وقفت وقلبت الدورة، يعني حدث اختلال كبير في الكون، مش غير في الأرض، الأرض والمجرات كل شيء تخربق. كما بدأنا أول خلق نعيد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، وفي الرواية الأخرى للكتب، شيء عجيب جدا في التعبير. كما بدأنا أول خلق نعيد، اختلال كوني صافي، ما يبقى الإنسان كتمشي الفيزياء في حالها وتروح علوم الفلك كلها وتختلط على الناس الأفهام، ولا يدري أحد ماذا أصاب الأرض كما في الزلزلة. وقال الإنسان ما لا، الإنسان العالم الفيزيائي صاحب رصد الزلازل صاحب كل هذه العلوم المتقدمة كيحير في الشكل الذي يقع للأرض يومئذ، لا يجد لها تفسيرا ولا جوابا، يضوخ. قال الإنسان ما لا، يجي الجواب بالغيب، يومئذ تحدث أخبارها، يجي كلام قر. فأنا إذن إذ ظهرت العلامات وتكلمت، العلامات تكلمت عن ظهر الغيب، فانكشفت بعض حجوب الغيب، بعض حجوب الغيب تكشفت، ما بقى إيمان، ما بقى إيمان، لأن معنى الإيمان خصك تعتقد بصحة حدوث تلك الأشياء قبل أن تقع. أما وقد وقعت صافي، احنا ولينا في عالم ديك الساعة الحقائق المادية. فالإيمان لا يكون إلا غيبا إطلاقا، ما يكونش شي حاجة أخرى. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، من أمن لك حتى نشوف الله بعيننا، يعني حشاه سبحانه وتعالى لا تدركه البصر وهو يدركه البصر جسما سبحانه وتعالى. ولك سبحان الله هذه العقدة ديال التجسيم أول من اخترعها اليهود، ومن ثم دخلت هذه البدعة للمسلمين، بعض طوائف المسلمين يعتقدوا بأن الله عز وجل يعني جسم مادي سبحانه وتعالى. فمن هنا إذن غضب الله عليهم غضبا شديدا، فأخذتكم الصاعقة، صوت كالرعد الله أعلم بطبيعته ينزل بهم فتصعق أنفسهم وتزهق أرواحهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني عجيب حقيقة، يعني الأشياء والتجارب التي مرت بها بنو إسرائيل غريبة، ومع ذلك الكفر هو الكفر، معدلون خبيث، معدلون خبيث. وما فصل الله جل وعلا في القرآن التفصيل الكامل التام عن بني إسرائيل إلا ليدرك المؤمنون في كل زمان طبيعتهم، حتى لا يثقوا في أي شيء من العهود والعقود التي يضربونها مع المسلمين. كذبة ينقضون العهد من بعد ميثاقه، يغدرون، كل خبائث الأخلاق اجتمعت فيهم. أخس الخلق وأخبثهم يهود، ولو لم يكونوا كذلك لما تجرأوا على الحق ولا تأدبوا مع موسى في خطابهم إياه. فيما تذكروا مع سيدنا موسى في أمر يطلبونه من الله
كما ذكرنا قبله يقول ليه ربك ادعو لنا ربك حلا هما ماشي ربهم، اذهب انت وربك حلا هما ماشي ربهم، فقتل انها هنا قاعد، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين، دائما شيء غريب يعني عناد مع الحق جل وعلا. ولذلك من المفاسد التي أدخلوها في التوراة أنهم صوروا الله جل وعلا على هواهم أنه يخضع لأذواقهم وأهوائهم. لما يقرأ الإنسان العهد القديم اللي في الحقيقة كتبوه اليهود القدام مجدد وحرفوا فيه العقيدة الإسلامية الحقة، كيصفوا الله سبحانه وتعالى بحالنا شيء واحد يعني كيتنزعوا معه، بغى يدير لهم لا سيدي ما ديرناش هذه ديرنا غير هذه، لأنهم يقولوا هما يعني أبناء الله سبحانه وتعالى. شيء غريب، مرة سمعت واحد صريح لواحد الحاخام شيء ملعون من الملاعين ديالهم في القريب يعني يقول كلمة غريبة قالها أجداده يعني بالحقيقة، قال إن الله ندم على خلق العرب سبحانه وتعالى. مجرم يعني أول يعني آذى يصدر من أفواههم كيمشي عند رب العالمين به كيبدأوا سبحانه وتعالى، عادي نزلوا البندم خلقون شرير. ولذلك والله جل وعلا عليم بأن مشكلتهم ستستمر إلى يوم القيامة، وبأن قضيتهم ستكون من أهم قضايا آخر الزمان تجاه هذه الأمة حقيقة. والله يا أخي تبقى تقرأ القرآن وتشوف هذا الزمان يعني كيوقع لك اليقين على أن رب الكون هو الذي يتكلم هنا سبحان الله العظيم. وكذلك الأحاديث النبوية التي تتحدث عن بني إسرائيل في الصلاة ذلك تفصيل حتى نرجع إلى القرآن إذا أردنا أن نتعامل معه في صلحين أو في حربين أو في سلمين أو في تجارة أي شيء، أرجع للقرآن قرأ اليهود بعدها عاد مشي ذكر معه. مع الأسف هزائم الأمة اليوم وخسارة الأمة اليوم أنها لا تنطلق في التعامل مع يهود من كتاب الله، لكل كينطلقوا من كتاب الله عز وجل يعني المسلمين ويبنيوا الكلام ديالهم في الصلح وفي الحرب، يبنيوا المسلمين الكلام ديالهم على حقائق القرآن، عمر اليهود ما يديروها بهم، هما جلسامين خدامين كيجفوا بالمسلمين الأرض لسبب واحد أن الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكر الله جل وعلا النعم التي أسداها على بني إسرائيل، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شيء عجيب جدا، كان اليهودي من بني إسرائيل يبقى غادي في الصحراء وتبعها غمامة فوق راسه مضرقة عليه، ما يدير لا مضل لا ديال الشمس ولا ديال الشتاء، غادي الغمامة مضرقة عليه. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قيل أن المن كان ضربا من الحلوى أو العسل يشبه ذلك ينزل عليه مقطرا من السماء، والسلوى قيل فاكهة وقيل نوع من الطيور. المهم في نهاية الأمر أنها نعم تنزل من السماء، والنعم إذا نزلت من السماء كانت أعظم النعم. شي مرة سيدنا عمر قرأ قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، قال هذه الفاكهة عرفناها فمن أبو، شوية عود غضب على رسول، قال وما ضر عمر ألا يفهم كلمة من كتاب الله، لأنه بعض الأحيان كتكون الكلمات ماشي ما يلقاش المعنى ديالها إلا تبع يرجع يعني للغة العرب غادي يلقاها، ولكن المهم عند المؤمن أن إذا فهم السياق أخذ في العمل، ما يشد في الجزئيات ويبقى يضيع الوقت فيه. هذوك اللي بعض التفاسير يبداو يتذكروا سيدنا موسى واش تزوج الصغيره ولا الكبيره، وكلب اهل الكهف واش كان ذكر ولا انثى، هذا هو فعلا العلم الذي ليس تحته عمل، وهذا مكروه الخوض فيه. وكان مالك رحمه الله يكره السؤال فيما لم يقع، يقول له دعاه حتى تقع. المنن والنعم التي انزلها الله جل وعلا على بني اسرائيل جاءت من السماء، وامرهم الله جل وعلا بالشكر، فلما كفروا النعمة كانوا من الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم من عليهم نعمة أخرى وهي الإسكان في الأرض المقدسة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني عنادهم غريب، الله جل وعلا قال لهم ادخلوا هذه الأرض أي هذه القرية أي فلسطين قدس أنا إذن، ولكن متذللين متعبدين ولكم فيها الأمن والسلام،
وعمرها الله بالجنات والبساتين والخيرات بشرط أن يدخلوا عابدين سجدا عابدين خاضعين لله. وقولوا حطة حطة أي حط عنا يا ربنا ذنوبنا، حطة أي توبة، لكنهم بدلوا وغيروا حرفوا، وهذه سمة من سمات اليهود في التحريف والتبديل، يحرفون العبارات ويحرفون المعاني. وقع ذلك في التوراة ويقع اليوم في الإعلام. التوراة يا إما كيبدلها اللفظة في خطرة كيقلع اللفظة ويدير لفظة أخرى، أو أحيانا تبقى اللفظة هي هذيك ولكن كيبدلها المعنى ديالها، مثل ما وقع هنا وما ذكره الله جل وعلا في القرآن مرارا. كانوا كيدوزوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيقولوا له راعنا، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا راعن اسم فاعل، راعنا يرعن فهو راعن، والأرعان الجبان الخبيث الرعديد اللي ما يسواش شماتة بالضبط، هذا ترجمة ديالها بالدرجة، هو الراعن أو الأرعن، ولكن عندها معنى آخر هي اللي كنقولوها نيت بالدرجة، بقيت فصيحة راعي لي راعي راعي هذا الأمر راعي هذا المصلحة، يعني رد لها البال وشوف فيها، فراعيني رد لي البال وشوف فيها، وهي كلمة عربية قديمة فصيحة. فكانت يهود تلعب على هذا المعنى أو على هذا اللفظ لأن فيه معنيين، هذا كيتسمى المشترك العربية، اللفظة وحدة عندها جوج ديال المعاني، وبعض الأحيان يكونوا متناقضين، فإن كان متناقضين ثم سمي من الأضداد. فهم إلى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبغي يخاطبوه كيقولوا له راعينا زعما ردنا البال وشوف فينا، كيبداو يوهموه بأنه راه هذا المقصود، ولكن هما بيناتهم كيضحكوا بيناتهم لأنهم كيقولوا بيناتهم إنما نقصدوا الرعونة، يعني هذيك الشموتية، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كما يصفون. ففضح الله سرائرهم ونزل عليه القرآن قال له هاش كيقصدوا، راه ما كيقصدوا شوف فينا، هاش كيقصدوا. فحرم الله ذلك على الصحابة، لأن الصحابة ما عارفين مساكين كيقولوا راعينا، كيقول لهم الله تعالى انتم هذه الكلمة قلعوها قاع من القاموس وبدلوها وقولوا انظرنا شوف فينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، وخليهم هما يديروا هضرتهم بوحدهم باش يتفضحوا ويتميزوا، تحريف المعاني والدلالات. ولذلك من اللي قال لهم الله تعالى قولوا حطة يعني يحط عليكم الخطايا، قال بعض المفسرين قالوا حنطة، بدل وحدة بوحدة سخرية ممن أمن رب العالمين، شيء عجيب. وهما يعني ديك النعم اللي فت فيهم من عند رب العالمين لا تحصى، دبحهم فرعون يعني كرفصهم فأنقذهم الله منه، ليس بقتال، كانوا غير هاربين ماشي قاتلوا زعما وداروا شي طايلة، لا، وإنما بمعجزة من عنده جل وعلا إذ أنجاهم وأغرق آل فرعون وهما يشوفوا وأنتم تنظرون. وأشياء عجيبة وقعت فيهم فأنجاهم الله جل وعلا منها، أماتهم مرارا ثم أحياهم، ومع ذلك يهود هم يهود مع دين خبيث. ولذلك من الأشياء الخطيرة فعلا التي يصنعها اليهود اليوم في المجال الإعلامي تحريف الألفاظ الإسلامية القرآنية، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، هذا من هذا الباب ديال راعينا ومن هذا الباب ديال حطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما ينبغي للمؤمن أن ينساق وراء دعايته، عدد ديال الألفاظ المسلم الآن ولا يخاف منها يستعملها كلفظ الجهاد ولا مشوك تخاف منه، علاش يا أخي؟ الجهاد الحق سميته الجهاد، ولا شي حاجة ديال الباطل راه ماشي جهاد، ولكنها لفظة قرآنية لا يجوز للمسلمين أن يتبرأ منها، هذا كلام رب العالمين، لفظ قرآني أصيل. وكذلك كثير من القضايا في القرآن من حيث الألفاظ شحنوها بمعاني ليست فيها، دخلوهم فيها شي معاني هي ماشي فيها في الأصل، فشوهوها وأفزعوا المسلمين من دلالتها، ولو عدد ديال المسلمين في العالم كيخافوا منها. ما ينبغي للمؤمنين أن يتبرأ من شيء من كلام الله، أثبت على كلام الله وعلى عبارات القرآن كيفما كانت العبارة، هما اللي يمشي يبدلوا، أما إذا تبعت هذا الشيء واحد اللفظة يضيعوها لك تقلعها ترميها، الأخرى يضيعوها لك تقلعها، واحد النهار ما يبقى لكش القرآن، يتبعوه كلمة كلمة يخليه لك والو. ولذلك ما ينبغي للمؤمن أن ينساق وراء الدعايات الإعلامية المغرضة التي تفسد معاني القرآن،
تفسد معاني القرآن. وما فضح الله منهجهم السيء هذا إلا لأنه ثابت في سريرتهم إلى يوم القيامة. هاش داروا مع سيدنا موسى، وهاش داروا بعد ذلك، وهاش داروا مع سيدنا محمد، كل ذلك فيما يتعلق خاصة بتحريف وتبديل المعاني والدلالات للألفاظ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. السلام عليكم، نعم، لدى زعل سيدنا محمد بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا ليه السام، والسام هو الموت، يدعو عليه بالموت عليه الصلاة والسلام. كيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني موسى عليه السلام وقد صار ببني إسرائيل في صحراء سيناء، صحراء شديدة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نزل فيها الرزق، المن والسلوى، راه نزل عليهم في الصحراء في الخلاء. تعرفوا صحراء سيناء كيفاش دايره؟ راه باقي الان صحراء قاتله قاحله، تما عندهم المظلات يضرقوا بها من الغمام، وعندهم المن والسلوى، اطعمه تنزل من السماء، ثم فجر لهم الارض ينابيع 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأنهم كانوا 12 قبيلة كيقولوا أولاد سيدنا يعقوب، يعني كانوا 12 ولد وصاروا قبائل، كل قبيلة دار لها العين ديالها باش ما يدبزوا شيء على الماء. قد علم كل أناس مشربهم كلوا هل من السلوى وشربوا هل ما الخير من رزق الله. وهذه الإضافة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، زعما هذا الرزق ديال رب العالمين فيه بركة، لأنه ماء فجر بالمعجزة، ماشي ما عادي، ماء فجر بالمعجزة، وكل ماء فجر بالمعجزة لا يكون إلا ماء مباركة. هذا واحد منه، وعلى رأسه زمزم، هو بقي حتى لهذا الزمن، زمزم ماء فجر بالمعجزة بين رجلي النبي إسماعيل عليه السلام، ولم تزل بركته شفاء ودواء لكل من شربه، وثبتت في أحاديث صحيحة أنه كذلك. فرزق ينزل من السماء ببركة السماء من عند الله، وماء ينبع من الأرض معجزة مباركة شفاء ودواء، كل هذا. وفي الأخير يقول له وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لفشوش الخاوي سبحان الله العظيم، يعني خلوا المن والسلوى أطعمة تنزل من السماء وما يتفجر من الأرض ينابيع مباركة، وسمها رب العالمين رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله، يعني رزق مبارك، أسند إلى الله إسناد تخصيص وتبريك. ومع ذلك في الأخير يقول له وإذ قلتم يا موسى، يقول له لن نصبر على طعام واحد، وإحنا بقولك علم أنه السلوى صباح وعشية، فادعوا لنا ربك يخرج، بقينا ربك مش ربهم هما، شي غريب يعني يا سبحان الله العظيم، يخرج لنا مما تنبت الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. كان واحد المعنى هنا كيتكلموا عليها البلاغة، كيقولوا له دلالة المقابلة. شوف سبحان الله العظيم، يعني الله تعالى نزل لهم الرزق، قال لهم كلوا واشربوا من رزق الله، وأسند الرزق إلى الله، هما قالوا له مما تنبت الأرض، يعني مشوا للتراب. فهذه دلالة عجيبة جدا وخطاب دقيق من الله جل وعلا، إذ تركوا ما نزل من السماء وأرادوا ما يخرج من الأرض، ولا يكون ما يخرج من الأرض أشرف مما ينزل من السماء أبدا. ضربت الله السلام، كلوا واشربوا من رزق الله، خلوها ومشوا مما تنبت الأرض، دعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وأسناد الله جل وعلا الفعل إلى الأرض، رغم أن الفعل إنما هو لله، الله تعالى اللي كينبت في الأرض، ولكن هو قال له مما تنبت الأرض، إمعانا في أن الذي أرادوه أقل شأنا من الذي كان عندهم. ولذلك قال مباشرة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، خليتوا ذاك الخير اللي هو من السماء والماء المبارك وتمشوا تقلبوا على الذي هو أدنى أقل وأحط، هل قثاء هل فوم وهو ثوم هل بصل هل عدس إلى آخره، هي أرزاق لله أيضا ولكنها أقل شأنا بكثير، لا وجه للمقارنة بين طعام السماء وطعام الأرض، لا وجه للمقارنة بينهم.
ولكنها الرغبة في التراب وفي المعصية. وإذ ثقلت بطونهم بطعام التراب زاغوا وأمعنوا آنئذ في المعصية. اهبطوا مصر، مصر ماشي مقصود بها مصر المعلومة، ولكن أي قرية، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولكن إذا ارتبطتم بالتراب والحرث والفلاحة وكل ذلك فستحب أنفسكم التراب وتثقلوا إلى التراب، ولا تتطلعوا بعد ذلك إلى السماء أبدا، وما تشوقوش للجنة، لأن المحبة في قلوبكم تتعلق آنئذ بالفهم وبالعدس وبالبصل وبالتراب، وذلك هو عين الذلة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة، أي بسبب ارتباطهم بالتراب والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. ذلك تعليل هذا الأمر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الآيات هنا صحيح هي التوراة، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك هذه الآيات من المعجزات التي وقعت فيه، تضليل الغمام، المن والسلوى، تفجير الماء، ويكفروا بهذا الشيء، يعني لا يشكرون هذه النعم التي هي من آيات الله العظيمة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. قتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا زكريا عليه السلام، خيرت الأنبياء من بني إسرائيل ذبحوهم مجرمون، لأن لما النبي كيجي اش كيجي يدير؟ كيجي يجدد الدين ديال سيدنا موسى، كيرفضوا التجديد لأنهم حرفوا. فغير شوف شي واحد بغى يجيب الدين الجديد كيقولوا ليه نبي كذاب ونضوا جموع حتى يقتلوه بالسيف أو بغير ذلك أو بالصلب، وذلك ما أرادوا بالمسيح عليه السلام. راه ماشي زعما يعني برئوا من دم المسيح، راه ما قتلوا شيء، نعم وما قتلوه، ولكن كانت عندهم نية القتل، مشاو له باش يقتلوه، ولكن شبه لهم ربي تعالى حجبوا. أما يعني سبق الرصد وسبق النية وكل ما يتعلق بأدوات الجريمة وظروف الجريمة قبل الحدث، كل ذلك توفر عندهم، لكن الله تعالى ما كمل لهم منية، فرفع المسيح بل رفعه إليه، ولم تكمل لهم إلى يوم القيامة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما زالت فيهم المعصية إليهم، وما زال فيهم الاعتداء، يعتدون أي كيظلموك يطغوا في الأرض. سبحان الله، هذه الصفة ما فارقتهم قط ولا يوم واحدا في التاريخ. من هنا إذ يقرأ المؤمن هذه الصفات يدرك أن العلة منين بدأت؟ بدأتهم من شعور بالاستغناء عن الله، شعروا بالاستغناء عن الله لأنه من اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، شعروا بالاستغناء عن الله، لن نؤمن لك. وهذا مرض قد يصيب المسلم أيضا، ولا يحكي الله القصص في القرآن حكاية، وإنما يقص القصص، يقص أحسن القصص عبرة لنا وتربية لنا، وتعرف الأمراض ديال النفس وأمراض المجتمع منين كتبدأ. كل شيء هذه المصائب اللي في اليهود بدتهم لما شعروا بالاستغناء، فلما شعروا بالاستغناء تكبروا وتجبروا وطغوا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى. وعمر المؤمن من المسلمين ما يوصل إلى الله عز وجل إلى باقي فيه مثقال ذرة من الاستغناء عن الله. حقق التذلل لله تكون من أولياء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا لك من الشاكرين.